رح نتابع فقراتنا بالملون والنطبع ونستقبل ضيفة هادية لليوم المصممة نانو معوض أكيد بمحطتنا التالية مع المطا. صباح الخير لكل مشاهدينا. مثل ما بنعرف عالم الموضة كتير واسع وفي كتير مصممين عندهم الستايل تبعهم والهوية تبعيتهم، وفي كتير كمان مصممين بحبوا يستوحوا الاشياء من حواليهم من المنطقة تبعيتهم. اليوم المصممة تبعيتي سبع واستضفناها من قبل وصار لها تقريبا اكثر من 10 سنين بعالم الموضة، بس لكن بعالم الموضة الستايل الشرقي، وهي المصممة نانو معوض كرم. نانو معوض تحت شغله تحت اسم اتيليه نانو، وبتشتغل من لما ابتدت بالتراث اكثر، لكن يوم بعد يوم بعدوا عند الهويه تبعيتها، لكن فاتت اكثر بالستيل الشرقي الحديث. صباح الخير نانو. صار لك بعالم الموضه وبعالم التصميم اكثر من 10 سنين، بس بنلاحظ من لما ابتديتي لحد اليوم في عندك الريفولوشن، خاصة يمكن لما بنحكي عن التراث يلي حافظتي على الهوية اللي ابتديتي فيها، لكن عم تفوتي أكثر بالأشياء اللي أكثر بنعيشها، الأشياء اليومية لكن مع اللمسات الشرقية للمنطقة اللي احنا عايشين فيها. خبرينا هالتطور من لما ابتديتي لحد اليوم. أنا بلشت أول شيء بس أعمل عبايات. هلا مع الوقت مثل ما قلتي هالعبايات تقدمت وصارت اكثر تياب نلبسها كل يوم قبل الظهر فيه لبعد الظهر، صارت بتواكب حياتنا اليوميه اكثر. فمشان هيك صار في بتشوفي بلوز مثل هي، بتشوفي شروال، بتشوفي جاكيت، جيلي، واكيد اكيد بعدني بعمل عبايات. طيب نانو، هل هالشي اللي حولك للاشياء المودرن اذا فينا نعتبرها هي العالم الموضه اللي تغير والحياتنا نحن، هل هالاشياء حسيتي انه لازم تغيري لتعملي تصاميم شرقيه عصريه اكثر وحسب طلب الزباين، اما انت حسيتي هيدا النقله اللي لازم تنقليها؟ كل يوم عم جرب ادخل شيء جديد، وهيدا كله مراية يلي بعيشه، يعني ما ممكن نكون الا نحن مراية يلي منعرفه يلي منعيشه، فالاشياء اللي بعملها هي مراية لإلي ولأصحابي ولزبايني ولكل الناس اللي بعرفهم. هالسنة بنلاحظ عند نانو شغلة على عنوانين، أول شيء العنوان اللبس اللي لبستيه هو النقلة عند النجوم والمشاهير العرب اللي أخذوا كتير نجاح، اللي حط الصور تبعهم على البرنت تحولت على القماش، بالإضافة للكاليغرافي العربية اللغة العربية اللي تحولت على الأكسسوار، بالإضافة على النوع من الكافتان والجاكيتات وهيك. ليش هالعنوانين؟ هدول عنوانين من غير من الاشياء اللي عندك، لانه عندك هلا قلتي بعد عندك الاشياء اللي الشرقيه كثير، العبايات اللي بعدها موجوده بس كمان باللمسات الحديثه، ما بحياتك اصلا عندك تكسير كلاسيك. هون بنلاحظ هدول العنوانين، شو هو قديش اخذك وقت لتعملي رشاش على المشاهير العرب مثلا مثل ام كلثوم، فاتن حمامه، صبوحه، كل هدول بتحسيهم كلياتهم الايكونز كانوا بالافلام المصريه كانوا موجودين. ما بعرف، نحن هيك كثير بنحب، انه انا كثير بحب السينما، كثير بسمع موسيقى واغاني وطرب، ومثل ما قلت لك كل يلي بعمله هو مرايه عن يلي بحبه وبحس فيه. هيدا هون بنشوف مثلا هيدا الفولار، الفولار اللي فيك تعمليه بعده اشكال عن المغنيه ام كلثوم، هيدي فوالا فينا نحطه من الحرير، فيك تعملي شيء، فيكي عدة استعمالات اكيد له. هيك بنربطه، فيكون على الراس. وعندك الوان مختلفة اما بس هون شوفي الثاني هيدا، بس مثلا تبعون النجوم عملتيهم بس اسود وابيض؟ لا بيتغير الفون تبعولهم بكل الالوان، بتضل الصورة سوداء وبيضاء قديمة، والدير من دار الدير بيكون الوان على الموضة، مثل فستان اللي لبستي، مثل فولار اللي حملتي. مظبوط. وهيدا الفولار كمان صورة عن يلي بنشتغلهم، يعني في تطريز، افتحي شو
ولا مع كاليغرافي. هيدا خط عربي هون، هيدول تطريز اورينتال كله شرقي معمول منه الورود اللي كانوا يستعملوها كمان 100% عامله منه باتشورك مع مش ايكات مش ديفرنت انواع، بس كله الفكره هي شرقيه شرقيه كل شيء اساس من المنطقة كل شيء شرقي. بس مثلا بنشوف الالوان، الالوان الحديثه، الالوان الدارجه هلا. طب بتعرفي نانو هدول مثلا الايتمز الفولارات في عدد ليميتد اديشن لهالموسم ام بتعملي للطلب؟ نو نو 100%، يعني هيدا الفولار ما في منه الا بهاللون الا واحد، بيرجع لون ثاني ثالث، يعني بيتفرع على عده الوان، بس ما ممكن اثنين ثلاثه يلبسوه نفسه. اوكي، هلا مثلا اذا في مثلا اشخاص بدهم يوصوا على فولارات ما يمكن احرف عربيه خاصه، كل شيء فيك تعمليه وتزيد اند تاتش تبعك انت 100% 100%. هيدي صباح وهون كلمات من ساعت غنيه لصباح ساعات ساعات. اوقات كثير في سعاد حسني في غنيه هون خلي بالك من زوز مثلا، انا كل غنيه الايكون تبعيتها هون على طول عم بيختلفوا الصور اغلبيتهم كلهم دكان زمان، فاكتريه المرات اسم العبايه مسميتها دكان زمان وعم تتكرر بكل شيء من زمان لما نوصل لهلا. اوكي، وين يمكن هذا الموديل يمكن شوي هون هدول الايكات الايكات اللبناني بتحس هذا، وهون زيت عليه لتعطي اللمسات الحديثه. مزبوط، في شاديه وصباح بيختلفوا اوقات سعاد كل مره حسب مين، كل مره حسب مين بحب. نحط اذا بدنا مثلا المشاهير اللي بدنا اياها اكيد اكيد كل واحد بحط الايكون اللي هو بحبه. هون جيلي مع الاحرف العربيه مزبوط، والقميص مطرز عليه الدراويش. هلا تام الدراويش اشتغلت عليه مثلا بالتطريز، اشتغلت عليه بالاكسسوار هيدي كوليه معه. هلا الجيلي هي ذاتها منشوف منها على مونتو، وانا فيكي تحطي عليك في مع الأحذية تبعونا هيدي بتمشي معها، وفي منا أكيد ألوان ولا وهي بتعرفي هيك بتحط وهيدي الخرزة الزرقاء ديكي شو حلو التطريز الذهبي كلياته لبق لك هادي ثانك يو. وأكيد السليبر بيرجع على اللون كمان تاني عندك خلص. طيب خلينا نشوف هيدي نحطها هون نشوف الاشياء الباقيه هون مثل التوب اللي لابسيها بتشبهها، بس حاطه هون شاديه كل وحده ديفرنت، هون في كم طويل هون بلا كم، بيختلفوا القصات بس على طول الفكره ذاتها وعم تتكرر على كل شيء. هلا انت نقلتي على صار عندك اتوليه نانو بمار مخايل، وين بمار مخايل؟ بوجه محطه الباصات القديمه. اوكي اوكي اللي شو بسموها مقبره البسيط اذا بدك. صارت متحف بس عن جد. في هيدي الكاليغرافي كمان الاحرف العربيه مزبوط، فيت فيها لوجو طبعا والالوان الحديثه كثير، وهون في صوره علي لنا هي العبايه والفستان لإلي للمحل لاعبين بالصوره مع ممثلين قديمين وعامله ماتشنج. يعني هون في مثلا نروح مثلا صور حالي اذا بتحبي او أوكي. تصوري ابنك ما في مشكل، هيدا معه ساك في يكون لحاله كمان اكيد اللي. بس على طول عم جرب اعمل اشياء شوي اسورتي مع بعضها، ما ضروري يعني بس سيكونسا. وهيدا اللي شو اسمه جزي حط على الكتف، يعني فينا نحمله مثل كمان كلوتش. وهيدول هيدي البوشات هيدول للبحر للبحر في معهم هيدا الساك وهي المنشفي بوشيت والشنطة والمنشفية اللي تابعة كلياتها مع بعضها. وهون بنحس بالستايل هيدا الورود المعروف التراديشنالي اللي كانوا يستعملوها بالضيعة اللبنانية بالتحديد، هدول الورود وهيدي الساك جفين كمان الماتيريو قديم. وهون في الخام مش الخام شو سموه بالعربي جفس جنفيس جنفيس هو التوست تبع معه. ايه وبنرجع بعد هون جزئين لكل يوم مزبوط. كمان مع الاحرف وكاليغرافي وطوابع بريد عربي على شكل الدراويش هون.
شو بكتب هون لخلك؟ أنا إنك أوكي هلا بترجع بترجع بعدين بذكرك بتذكريني بتذكرني عم صعب عليك بعرف لأنه لما الواحد بيكون بيصمم وبيقطع عليه كتير أشياء بتخيل الواحد بينسى. طيب في عندك ويب سايت نانو www.ateliernano.com اوكي فاذا لكل متشكرتك كثير نانو ان شاء الله اكيد بالايام الجايه كمان ترجع تخبرينا اب تو ديت بكل شيء عم بصير وهيك مع نانو معود كرم تنتهي فقط على الموضه ولكل الاشخاص اللي بدهم يعرفوا اكثر عن نانو فيهم يفوتوا على www.ateliernano.com تعرفوا اكثر عن المجموعات تبعونا بالاضافه شو كل شيء جديد وتستدلوا اكثر عن عنوان البوتيك اللي موجود بمار مخايل وهيك بننتقل عند غادة لنعرف شو في بعد عنا بعالم الصباح. اوه ميرسي لك هادي عنا بعد كثير اشياء بعالم الصباح اكيد من هيك ناطرة تخبريني خليكي معنا هلا حتى تتابعي الفقرات انما قبل ما نتابعها كلها رح ناخذ بريك ونرجع نكون مع كل المشاهدين فخليكم معنا.